الحطيئة، الشاعر المخضرم الهجاء. هو جرول بن أوس لقب الحطيئة لقصره. كان هجاء عنيفا لم يكد يسلم من لسانه أحد، فقد هجا أمه وأباه ونفسه. هجا زبرقان بن بدر التميمي من سادات العرب، فشكاه إلى عمر بن الخطاب، فسجنه عمر رضي الله عنه بالمدينة، فجعل الحطيئة يستعطفه قائلا: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ؟ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فبكى عمر ثم أخرجه، وأخذ عليه العهد ألا يهجو الناس. أما هجاؤه زبرقان بن بدر فقد قال الحطيئة فيه: والله ما معشر لام امرأ جنبا في آل لأي بن شماس بأكياسي، على ما كلفتني مجد ابن عمكم، والعيس تخرج من أعلام أوطاسي. ما كان ذنب بغيض لا أبا لكم، في بائس جاء يحدو آخر الناس. لما بدا لي منكم غيب أنفسكم، ولم يكن لجراحي فيكم آسي. أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كالياسي. ما كان ذنب بغيض أن رأى رجلا ذا فاقة عاش في مستوعر شاسي، جارا لقوم أطالوا هون منزله، وغدره مقيما بين أرماسي. من وقره هرته كلابهم، وجرحوه بأنياب وأضراس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.